مجزرتان في يوم واحد، الجاني كالعادة ميليشيا الحوثي والضحايا مدنيون في المنازل، والنتيجة المفجعة 17 مدنيا بين شهيد وجريح، حيث تسبب القصف العشوائي على المناطق السكنية في الحديدة وفق مصادر عسكرية إلى استشهاد 11 مدنيا بينهم 5 أطفال و4 نساء. استهدفت القذائف منازل مواطنين في مديرية التحيتة وحيس جنوبي الحديدة، وبحسب مصادر في القوات المشتركة فإن إحدى القذائف سقطت على منزل في منطقة الجبلية تقطن فيه أسرة كاملة، ما أدى إلى إنهاء حياة 9 منهم، بينما تسبب قصف مدفعي على منطقة 7 بحيس إلى وفاة مدنيين. المجازر الحوثية بدت وفق متابعين وكأنها ترحيب حوثي بالرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار الهندي أبهيجت جها في رسالة واضحة بأن ميليشيا الحوثي لن تغير من سياسة الأرض المحروقة التي تدير بها الحديدة، وهي السياسة التي يستمر فيها الحوثي نتيجة الصمت الأممي على خروقاته الدائمة. ما هو واضح أنه وفي الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة دعمها لمباحثاتها الخاصة بإعادة الانتشار على سفينة عائمة في البحر الأحمر بالقرب من شواطئ الحديدة، تطفو على البر جثث المدنيين الأبرياء ضحايا قذائف الحوثي وألغامه وعبواته الناسفة.